ده في طار بينه وبين حد، طبعا. فده ممكن ايه، لا هو ده انا كيفي كده. وانا اشتغلت بقى حلقات القاتل المتسلسل، مش على اشهر قاتل متسلسلين، جبت ناس قاتل متسلسلين صعبين جدا بس ما عليهمش ضوء، يعني مش متنور قضيتهم، مش متنوره. واحد اسمه واخيم كرول في المانيا، ده صدمني. ده كان بيقتل اطفال بس، تمام، أطفال؟ اطفال بس، يا نهار أبيض، إيه بس ده؟ يعمل ايه بقى؟ ازاي يخفي الجثه؟ بعد ما بيقتل بيقطع الجثه كويس قوي ويرميها في الصرف الصحي فملهاش اثر، ويحطها في سائل مذيب الاول عشان تدوب، بعدين تختفي في الصرف الصحي. اكتشافه تم بالصدفه ان المجاري اتسدت في المنطقه السكنيه اللي هو عايش فيها، فلما جم يسلكوا المجاري دي لقوا اشلاء بشريه، فدوروا ورا مصدرها اللي هو بيت وخيم كرول. راحوا له بيته، اكتشف انه قاتل اكتر من 60 طفل بالطريقه دي. طب ايه سببه؟ مفيش سبب. ليه بتعمل كده؟ محدش يعرف. فبدات ادرس موضوع او اركز قوي مع موضوع بقى القاتل المتسلسل ده، فلقيت مثلا في باكستان، بقول لك الجريمه على مستوى العالم، في باكستان جريمه خطيره، راجل يعني هو من جواه اصرار انه هيقتل 100 طفل في 100 يوم. ده تارجت، هو عنده تارجت، ده مختل عقليا. مختل طبعا. وبعد انا بس عايز اسالك سؤال، بما ان انت حققت في الموضوع، سوري لقطع كلامك، لا خالص، هو ازاي بيبقى مختل عقليا ودارس وفاهم وبقدر الذكاء الكبير ده؟ مرض نفسي. معظم القتلة المتسلسلين عنده اضطراب نفسي حقيقي مش طبيعي. يعني هو ذكي قوي، متعلم قوي، مثقف قوي. اول قاتل متسلسل في العالم مشهور اتشهر يعني هو اتش اتش هولمز، ده اساسا صيدلي، ده دكتور صيدلي. اتش اتش هولمز ده من اشهر القاتل المتسلسلين على مستوى العالم. ده تم اكتشافه صدفه لما باع بيته، باعه اصلا، اكتشفوا في بدروم البيت انه عباره عن معمل كامل كان بيقتل فيه الناس. طب عندك سبب؟ لا. خبر شغال ايه؟ دكتور صيدلي. فدي كوارث. يعني الجريمه صعبه قوي، بس الحلو في الموضوع وانت بتكتب الجريمه او بتشتغل على القصص دي، انه لو في مجرم صعب جدا، لا في رجال الشرطه قوي، وفي المعمل الجنائي تطور علوم وعلوم الجنائيه التطور، يعني مهما عملت هتتقفش هتتقفش جدا، والعلم الجنائي بيتطور من الجريمه مش بيتطور لوحده. سامح، احنا يعني بنشكرك جدا، والحقيقة احنا لازم توعدنا ان احنا يكون لنا يعني حلقات اخرى ده شرف. نتكلم فيها اكتر واكتر، لانه بصراحة هي من كتر ما الحاجات طبعا يعني غريبة وشيقة كتيرة. وكمان مرعبة، يعني انا عايزين نقعد ونسمع ان شاء الله، ان ان شاء شاء الله. الله، ميرسي اكيد. جدا، انا نورتنا، متشكر جدا، ميرسي شكرا قوي، شكرا. نورتنا. مشاهدينا هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل حلقتنا، استنونا.